الرساله ديالنا اخويا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي ديالنا حنايا هي راه واضحه، راه ديما تنقولوها لهم كما تنمشيو عندهم للوطيل وتنشجعوهم تنهزوا لهم المعنويات ديالهم وكنحاولوا نرقيو بالمستوى النفسي ديال اللعابه ديالنا. هي هذه كره القدم فيها ربح وخساره، وكما شفنا مع المنتخب الايراني راهم لعبوا مزيان ولكن الحظ ما ساعدهمش، وفي المنتخب البرتغالي انا متاكد لحقاش ديجا حنا ربحنا المنتخب البرتغالي ما عندناش مشكل معهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوزو، والا ما دزناش راه ماشي مشكل، ماشي نهايه العالم، هذه كره القدم فيها ربح وفيها خساره. اول حاجه تحيه لكاع المشاهدين ديال راديو مارس. فعلا خسرنا المقابله ديال المنتخب المغربي مع المنتخب الايراني، ولكن ماشي مشكل وديما بواحد الدوز، وان شاء الله غادي نربحوا البرتغال وغنربحوا اسبانيون وغندوزوا للدوزيام تور. حنا عندنا الثقه في المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يتاهلوا، وديما مغرب واحد الدوز اي تمارك البيت، هادشي يقدر يوقع لاي لاعب في العالم. روبرتو باجيو ضيع بينالتي اللي دا لاكوب دي موند الطاليان، ماشي مشكل، باقي ان شاء الله الدراري غادي يعوضوا، وباقي انت غتمارك ان شاء الله في الماتش الثاني وفي الماتش الثالث ومعولين عليك ان شاء الله. وهذا الميساج لك اخويا بواحد الدوز، باقي غتمارك ان شاء الله، وغيرنا كنتمنى ان رونار يدخل بواحد الدوز وبواحد الدوز اللي غيماركي لينا. الله يعاونكم، تبارك الله عليكم. بطبيعه الحال كنعرفوا بان منتخب البرتغال هو منتخب قوي كيضم نجوم عديده، ولكن احنا عندنا واحد الثقه كامله في اللعابه ديالنا. الميساج ديالي خويا بالنسبه لحال هاد الماتشات لي كومبيتيسيون، راه الخطه ما تتنفعش، الدراري خاصهم ياكلوا الكازو، يعطيو ما في جهدهم، ما يعطيوش 100%، يعطيو 500%. المشجعين الاكثريه ديالهم قلبهم بيض على بوحد الدوز، وما تخافوش الناس اللي كيقولوا انه ما دار فيها والو، هذوك راه غير كيهضروا. اما المغاربه الحرار عارفين ان بوحد الدوز هذاك غلط، والكره راه فيها الاخطاء عادي، راه هو براسه ما بغاش ذاك البيت انه يتماركا. باقيين غادي نشجعوا الاسود ان شاء الله، وحنا واقفين مع المنتخب الوطني، ومشينا ساندنا اللعابه في الاوتيل، رفعنا لهم المعنويات، وبوحد الدوز غلط كيوقع في كره القدم. كرة القدم كتوقع فيها الاغلاط، وكنتمناو ان شاء الله في المباراة القادمة ضد البرتغال في موسكو نربحوا، تكون عند اللعابة واحد العزيمة وياكلوا معاهم الكازو، لأن المغرب في لعابة في المستوى. السلام عليكم الدراري لي جوغ د المغرب، أسهل حاجة ديروها هي أنكم تقاتلوا على ود الدرابو الأحمر وسط منه نجمة خضراء، هذه أسهل حاجة تقاتلوا، تفكروا أنكم راه كيتسناكم واحد 40 مليون واحد، يعني 40 مليون واحد باش تجيبوا الربحه يا التعادل، المهم شي حاجه غير شي حاجه نحمروا بها الوجه. كنبغي نقول اللعابه غير يلعبوا مزيان ويكونوا رجال، حنا ماشي جمهور نتائج، لو كنا جمهور نتائج كنا نبقاو في المغرب ما جوش موراهم حتى روسيا، غير يلعبوا رجال والخايبه كتوقع وما كنوا غير موراكم ان شاء الله. سي فغي كل المورال ما كاينش، ولكن كما كتشوف حنا هنايا الجماهير ديال روسيا مشينا ساندنا اللاعبين، ساندنا محدو، ساندنا جميع اللاعبين باش يكونوا بخي بوغ هذا لو ماتش. Ils vont tout donner, Inch'Allah. On est derrière eux. Mais accepte cette fois-là, ça va être une expérience pour la suite, Inch'Allah, via les autres compétitions. Et merci beaucoup pour tout ce bon public qui nous a soutenu, il a soutenu l'équipe nationale. On est toujours positif. On va garder ce l'optimisme. Inch'Allah, contraire, Inch'Allah, on va gagner le match contre le Portugal. Le message de le match de Portugal. Inch'Allah. نطلب منكم حاجه واحده، تفرجوا غير الماتش ديال ايسلندا والارجنتين، بغيتكم تكونوا واقفين كما وقفوا اللعابه ديال ايسلندا، وقفوا وقفه ديال النيشان، بعد ما نديروا باللعب مزيان، بغينا نلعبوا لعب ماتش مزيان، بغينا يتربح، فوالا وبون كوراج.